بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج منشد العراق الموسم الثالث. رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، والله يدفع هذه الغمة عن هذه الأمة ببركة محمد وآل محمد، ببركة وجود خدام الإمام الحسين إن شاء الله. اليوم الحلقة مميزة بالأصوات اللي انضمت إنه إن شاء الله المتسابقين الآن من بغداد باستثناء متسابق واحد من ميسان. نرحب بهم طبعاً أجمل ترحيب، وكذلك نرحب باللجنة الموجودة ويانا اللي منورينا دائما. الله يحفظك. النجوم الله في سماء الإنشاد الحسيني والشعر الحسيني، جزاك الله خير، وقراء القرآن ما شاء الله عليكم. أبدي بالشيخ القارئ ميثم التمار، حياك الله. الله يحييك ويرعاك، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم إن شاء الله ولكل المشاركين. الله يبارك بك. المنشد والملحن المميز علي الدلفي. حبيبي كل عام وانتم بألف خير، الله يعودكم ان شاء الله يا رب، وان شاء الله نتمنى الأخوة الموفقية المشتركين جميعا. الشاعر الأستاذ سمير صبيح. عيني أبو حسين، رمضان كريم عليك وعلى أمة محمد. آمين. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. آمين يا الله. القناة انتم وكل اللجنة حبيبي. آمين يا الله. نرحب أجمل ترحيب مرة ثانية بالمجموعة اللي انضمت لنا الأولى، والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية هذه المجموعة المتسابق إبراهيم الحسني من بغداد. إبراهيم الحسني، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا إبراهيم. إبراهيم الحسني من بغداد. كل حياك الله. كل الهلا. سمعكم قصيدة اشتياق العليلة سلام الله عليها إلى أبيها الحسين سلام الله عليه. أحسنتم، تفضلوا. سلام الله عليه. راح تصلي بشوفت العين، راح وبعد ما يرجع حسين، راح تصلي بشوفت العين، راح وبعد ما يرجع حسين، غاب الحناني ورقيته الله، والغالي ذبلت ورديته، بس عطورها صير تشمه، راح وترك بي جارح كل ما اداوي انفتح، لو ذكرت الغالي اسمه والكربلة لما سيدار، من شوقي أحكي ويا القمر، يا قمر نخذني يم، راح حتى القمر ما يدري لا وين، راح وبعد ما يرجع حسين. طيب الله انفاسك يا ابراهيم الحسني، تأهلت ويانا للمرحله الثانيه، لكن نسمع ملاحظه من الاستاذ علي الدلفي. والله حلو بصراحه. حلو، بس يعني شويه يحتاج لاداء بعد اكثر، احساس شويه بعد اكثر، بس كخامس صوت جهوريه حلوه. الله يسلمك. وهاي تجاني. احسنت. نعم شيخ ميثم. نتأدون قصيدة حسينية حزينة شجية فيها لوعة خلي تبين علامات الحزن عليكم، وتكونون مصداقا للحديث اللي يقول من بكى أو أبكى أو تباكى، لا تضحكون أو تبتسمون وانتم تأدون. أحسنت. ما يصير. أحسنت. شكرا أستاذ سميركم ملاحظة. لا حبيب مو. شكرا جزيلا. الله أكبر. إبراهيم الحسني تأهلت ويانا. الآن المتسابق مصطفى كريم من بغداد. مصطفى كريم، مساء
السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا مصطفى. مصطفى كريم من محافظة بغداد. أنا عمو أكرم. منين من بغداد صفاوي؟ النهروات. من النهروات. لا تستعجل لا تستعجل، أنت كلش جاينا. لا. ها؟ مشدود ما شاء الله. يلا مصطفى. يقولون الزكية تحضر كل عزية، بديها تلم لي دموع، سلام الله عليها، أو تداوي كسر لي ضلوع، حسين حسين إش ما جارت الظروف ما قيل لك انت وين، أدر انت بالطفوف يما قدي الحسين، أدري أم حسين قاعد تشتكي له، جايب دموعي السبايا والعقيلة، مرة ناعد صير ويتقيمي العزية، من براك يصبح التل الزينبية، مرة شوفن بالمخيم بس خيالك، والتصال طيب الله انفاسك. الله يوفقك يا مصطفى كريم. هاي الطلة الجميلة، انت ان شاء الله مبدع ورائع. شيخ ميثم، مصطفى كريم، مصطفى ان شاء الله لا زال الطريق امامك حبيبي. تمتلك خامة صوت جميلة، لكن تحتاج أن تتحكم فيها بالشكل الصحيح حتى يكون أدائك ضمن المسار اللحن الصحيح. فإن شاء الله بالتدريب والتمرين، الاستماع الكثير، الحفظ الجيد للحن، إن شاء الله تكون أفضل. شكرا جزيلا مصطفى كريم، أتمنى لك التوفيق يا عزيزي وحظ أوفر إن شاء الله. الآن المتسابق مهدي ظاهر من بغداد، حياك الله يا مهدي. قرب على المايك مهدي حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا بتم تردون السلام على مهدي لولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش قد عمرك مهدي؟ عمري راح اطب العشر سنوات. ما شاء الله ما شاء الله. كل يعني تسع سنوات نقول. ما شاء الله بلي. أصغر متسابق لحد الآن في برنامج مرشد العراق الموسم الثالث. ما شاء الله. مهدي. ما شاء الله. مهدي كبير بعطاء. قرب على المايك مهدي لا تبتعد. وين ببغداد مهدي؟ ها بالبلديات. بالبلديات مهدي فاتح بث بالانستغرام صفحتي. اي زين، ودخل سمعني بس صوته حلو للامانه. قلت له دز بصمه يلا. اها دز بصمه للجنه وراسه وافقوا علي، بس احنا بعد هسه خلنا نسمع مهدي. وين تروح من عندنا؟ منو يقبلك؟ شو تقول انت؟ شو تقول راح نقبلك لولا؟ ان شاء الله عافيه عافيه. طبعا القصيده المرتضى حارو. اي سيدة زينب تحاكي شلون يعني. والنعم من مرتضى حرب. تحياتنا للكبير مرتضى حرب. يلا. انا دامي كلامي سلامي ودوا لحسين. الله الله. ماكو ناصر كبر ناطر ريشات اثنين، حاوطاني ولوني خذاني قيد لي دياني، حاوطاني ولوني خذاني قيد لي دياني. أصيل
تكبري الحيرة غريب وشحتي الغيرة كلام بعين تفسيره بعين تفسيره. انا احب هاي الجملة اللي وراها يلا قولها. يفزعكم حجي عيوني هل يلحقوا يقل لكم هل يمني مرورتي الغربة الله لا يضوكم هل يمني مرورتي الغربة الله لا يضاويكم. يا غروبتي وقفتي نظرتي متروسة شلون نادى صوتي تجوتي يا خوتي لا تتعطلون بهذا حالي سؤالي خيالي هسه انتم وين. أحسنت. الله يوفقك يا مهدي ظاهر. تبارك الله. سمعت تعليقات يمكم. تبارك الله. الشيخ ميثم أبدي بي. مهدي إن شاء الله بعد عمره صغير صوته حلو وإن شاء الله يستقر أكثر ونشوفه أحلى وأحلى وأرقى وأرقى. بإذن الله. يا الله. أستاذ علي الدلفي. والله يجنن. بس شوية أحفظ بعد أكثر حتى المرحلة القادمة تقدم لنا شيء بعد أحلى من هذا. إن شاء الله. حبيبي أنت. أستاذ سمير. شكرا بابا شكرا بشكل جميل جدا شكرا لا يفوتنا انه تحياتنا زين نقدر نسمع شيء ثاني غير هذا خلينا نوجه تحيه للاخ رادود مرتضى حرب الف تحيه ايوه الف الله تحيه الله يحفظه ويخليه ابو حرب هذا جميل الف تحيه لمرتضى حرب ولكل خدام الامام الحسين شكرا لك يا مهدي استريح حبيبي اتاهل ويانا مهدي ظاهر مثل ما لاحظتوا بهذا العمر 9 سنوات احنا فخورين جدا بهذه الطاقات ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. الان المتسابق مصطفى زياد من بغداد. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مصطفى زياد من بغداد. اهلا مصطفى. زياد عمرك حبيبي بابا؟ عمري 14 سنه. موفق. العمر كله. من يوم كان ببغداد؟ الامين. بالامين، ايش صار لك تقرا؟ صار لي هاي ثاني سنة. ثاني سنة. الله يوفقك. في من تأثرت منو حبيت من القراء؟ أكثر واحد باسم الكربلائي. ما شاء الله. ما شاء الله. يلا خلنا نسمع. يا قارورة يا دمع الغالي. الله. على أحبابين شغل بالي. الله. أراقي وأنا حيدر. رسائل كلها خطر أراقب وأنا حيدر على كيفك على كيفك لا تقرأ سريع رسائل كلها خطر أول مراسيل الحزين نسمتها وجايب تلي مخنوق جايب صدري النفس شميته بريحة تلي من والدي جايب عطر مو ذاك عطر الأولي بريحتي الفاقد ولا يمكن مشي الأكبر علي يا قارورة وخافاني تجرحيني بخبر ثاني وموت قطرة قطرة رسائل كلها خطرة وموت قطرة قطرة رسائل كلها خاطرة أحسنت 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 طيب الله يبارك بك يا مصطفى تأهلت ويانا صراحة أنت تسمع على علي الجعفري؟ أي مو؟ أي. علي الجعفري متسابق عندنا بالموسم الأول الحركات السوان كل ما علي الجعفري سبحان الله أحسنت أحسنت صفاء أي نفس الأعمار واحد قريب على الثاني شوفك بالمرحلة الثانية إن شاء الله أستاذ علي شو تقول له؟ والله أنا كنت أتمنى الإخوان وياه يشاركوه بالمستهل وهو يقرأ ها والله الكريم يعني كنت اتمنى المتسابقين وياه يردون للمستهل وهو يقرا النص طبقه صوته عاليه طفوليه خاف شويه على عليهم الصير يلا على المرحله يلا ان شاء الله حبيب. شكرا جزيلا الان المتسابق
طه الدلفي. هذا قرايبك علي. علي قرايبك تلقاه يا طه الدلفي؟ ما يخليني سمير ما يخليني. السلام عليكم. طه الدلفي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أهلا طه. الله يحفظك. وجن وجن شفاعة حسين العاشي. ما نغشكم شيخنا خوف. وجن شفاعة حسين العاشي. الله جميل حبيبي. وجن ودمعات العشق قلبي حبيبي. وجن الغرام حلو. ما وصل عابس جميل. وجن وجن ركع من جن ركع من جنة العابس إليا. اللهم صل. آخ ركع من جنة العابس إليا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. طه الدلفي تأهلت ويانا وانتم الدلفية ان شاء الله ما تغشوننا. شكرا جزيلا. بس قبل لا تروح طبعا ملاحظات مهما يكون المتسابق الان هو ابدع لازم يستفيد من ملاحظاتكم اذا اكو اتفاق. نعم استاذ سمير. الأبوذية يعني قريتها بالصوت هذا الجميل جدا بس ما اديتها بالشكل الصحيح. ضيعت القفل على المتلقي. قفل راح ما ادري شنو القفل وين وديته. وجنة وجنة القفل البيت الأخير الشطر الأخير والقفل تأدين طيه المتلقي خليفة من وراها تصرف. بعد هو عرف التشكيلت له وتصرف وراها. أنت تصرفت بالتسليم وظليت تصرف بالإعادة وهذا مو صحيح حبيب. أستاذ علي لحظة لحظة تجد في بس تروح طف الضوء طف. بعد أنا ما أخطأ طفي علي تظهر لك نسولف وياك. الله يحفظك شيخ. والله صوتك جميل. الله يسلمك. زين بس اكو ملاحظه على بعض المكانات صارت عندك بها اخطاء يعني بس انت كصوت على المستوى الشخصي غير كدلفي رفعت راسك. الله يوفقك حبيبي. انت انت بيا مقام قريت طه؟ والله شيخ ما اعرف مقامات ابد ابد متار بالمقامات وانا هم ما راح اقول لك به الله لك مستقبل. شلون الحجاز؟ لا مو حجاز. اي روح عرف المقام حتى اشجعك تتعلم. اشكرك ثاني. شكرا جزيلا. ابحث عنه. شكرا جزيلا. طه الدلفي تأهلت ويانا. الآن المتسابق عدنان محمد علي من بغداد. عدنان محمد علي أهلا وسهلا. عدنان محمد علي من بغداد حياك الله يا عدنان. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا عدنان. شلونك عدنان؟ شلون صحتك؟ ذاك الموسم هم اشتركت عدنان؟ نعم اشتركت. اهلا وسهلا بك. تحافظ حتى ذاك الموسم. لا مو هذا الرجل عرفه. اي عرفه واشترك و يعني. لا 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 استاذي يعني استاذي ميثم اللي هو درسني قران. انا الشرف الشرف الشرف. استاذنا العزيز ابو علي هو اللي يحفظ القران ما يحفظ موسم. لا لا الشرف. لا انا مو حافظ. لا الله يلا حبيب. يا الله دير بالك هالمره ادي زين. تدري شي مره ما هم طلعت من المرحله الاولى ان شاء الله. اي ان شاء الله بتطلع من هالمرحله. رحم الله وديك استاذ. يا الله حبيبي غاد. نسيتك ثواني الله يعافيك. خيالك اجاني اخذني الشاطي حبك اريد اعطش وكتبك. اخذني الشاطي حبك أريد أعطش وكتبك. خيالك إجاني ذكرتك من نسيت وبيني خيالك أثار أنت العزيز
الخالي بالك حاولت استقر واسأل على أحوالك لقيت النهر قطرة بعين شلالك جمالك قصيدة عفية جمالك قصيدة ما ينحز وريده ما ينهز وريده عدنان أنت محضرها هسه ما ينحز وريده وقت خاف وقت راح لا لا مش قصرك محضرة والله صار من الباحة تقريبا مش عاجب ليش ما مركز على الكلام شوي مرتبك صراحة ها مرتبك شوي هي هاي اللي اشتركت بيها لا قبل شهر ثاني شنو اشتركت هسه انت اتصلت صوت بعد لك صوت اقنع الاثنين الباقيين اقنعهم والله انا جميل جدا شنو اشتركت حبيبي شنو قصيدتك اشتركت قصيده بيه؟ دزيتها للجنه اللي اختبرتك بالتليجرام يا قصيده دزيت نسيتها لا دزيتها اي لا قصد دزيتها مال هي نفسها مال باسل نفسها نسيت نفسها هي هاي نسيتك اكو شيء ثاني السبعه تقنع اللجنه حتى شيء ثاني حافظ أو حتى اذا ابو ذي اي شيء يعني والله هو اكو شيء حلو بصوتك حلو يا اخي جميل شيء اكو شيء حلو بصوتك خلينا نسمع منه نسمع منك شيء ثاني يلا علي من جايني العيد وابويا مسافر بعيد هاي ضغوطات شنو حلوه علي من جايني العيد وابويا مسافر بعيد منو يعوض مكانه يغطيني بحنانه وابويا مسافر بعيد وابويا مسافر بعيد رجاء قولوا لي العيد زينب واليتامى يشوفونك اذا جيت مثل يوم القيامه اذا مو والدي وياي على العيد السلام ضعت ما بين الجروح ودوير الابتسامة الله يوفقك يا عدنان الله محمد الله علي طيب والله انفاسك وتأهلت ما شاء الله جايب دفتر حتى اذا ما اريد تقلب اي ليش ورقه دفتر كان بس عدنان خليني بس ملاحظه قبل لا تروح حبيبي يعني مررنا لك لانه مررنا لغيرك بصراحه يعني انت مو اقل اقل كفاءه يعني اقل اداء من غيرك فالمرحله تجي لا ان شاء الله كون تضبط حالك تحفظ صح الله يحفظك شكرا صراحه انا كنت محضر تراث بس بعدين التراث المرحله الجايه حاضر لا التراث ماكو لذلك غيرت ان شاء الله يلا موفق ان شاء الله على المرحله الثانيه موفق اعزائنا المشاهدين المرحله الاولى يصير فيها تسهيلات مثل ما جاي تلاحظون لكن المرحله الثانيه نريد من المتسابقين يشدون حيلهم على مود تكون يعني مرحله بالمستوى وهم ان شاء الله اصوات جميله الان المتسابق يوسف عادل من بغداد يوسف عادل ابو العماره وين يلا اللجنه الكريمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله السلام خليه مضبوط هاي تريد لا تريد تخربه يلا عدلها هاي عدلها من فوق المايك عدلها رفعها اي هاي عاشتيدك رفعها عدلها القصيده ان شاء الله لمولاي ابو فضل العباس عليه السلام سلام الله عليك استشهاد مولاي بفضل العباس طاحت شميس فوق القمر والأعجب بصف النهار يتمدد شلون البحر حال خاطره دنيا حمرة كيلها تقرأ آيات الواقعة آيات الواقعة حزين ما أعظمه فطار قلبي السماء حزين ما أعظمه فطار قلبي السماء رجف حتى العرش وانصبني دموعه
رجف حتى العرش وانصبني دموعه وليد البسمله يطيح بكربله وليد البسمله يطيح بكربله وجل القرآن يم لازم يضلوع حسين وجل القرآن يم لازم يضلوع ظلامه نهار الطفش وخيم ظلامه علامه بدأت للفاجعة تنوح علامة سلامة بعد ما كل بني الزهرة سلامة طيب الله ولا راحة وبدت أعظم رزية ولا راحة وبدت أعظم رزية طيب الله أنفاسك يا حبيب طيب الله أنفاسك أتمنى لك التوفيق علي علي بس يوسف حبيبي هاي الطبقة خانتك تقدر تقرأ لنا شيء بطبقة أعلى طبقة أعلى لو إيه أعلى من هاي الطبقة هو نفس هذا نفس قرب على المايك حبيبي أو تختار ممكن إيه ها إيه أوكي أنا حتى لو شطرين بس علينا الطبقة نعم من صوتي أعطيك طبقة يعني الوسط خلنا نسمع حسب اللحن باللحن هي لحن تراث بس قصيدة جديدة يلا يلا ماكو مثيلة جارحي العليلة شكرا جزيلا لك إذن أكو أصوات ما تطلع إلا بالتراث يوسف لا لا اختيار لا الخلل بالاختيار عادل هي. أنت تأهلت ويانا إن شاء الله شكرا جزيلا الآن المتسابق حيدر دعير الساعدي من محافظة ميسان حيدر حيدر دعير الساعدي سواعد نعم كريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله المتسابق حيدر دعير الساعدي من محافظة ميسان الحمد لله على سلامتك أبو كرار تفضل تفضل عزيز أبو كرار ودعوني بللت لحية أبوي بدمعتي ودعوني ويدي ما تركت عباية عمتي وكلهم توسلت بهم دنقيت بوست ديهم ما خذوني ما خذوني من درت باكير سفرهم ها روح باتت هايمة والصبح قعدة ولقوني عالهوادج نايمة عالهوادج نايمة من درت باكير سفرهم روحي باتت هايمة والصبح قعدة ولقوني عالهوادج نايمة عالهوادج نايمة ركبوا سكنة لطمت عين وبكيت ركبوا خولة وعلى القاع انشفيت وصلوا إلى عمتي زينب ونعميت وصلوا إلى عمتي زينب ونعميت أبجواركوب وجرحتي القاع من قد عثرتي وشلت ديه لكن ما مدوا لديهم اخوتي ليش عفتوها حزينة التي سموها حنينة
طيب الله أنفاسك حيدر دعير الساعدي من محافظة ميسان، الكرم والعطاء، أتمنى لك التوفيق وحظ أوفر إن شاء الله إليك. الشيخ ميثم حيدر الله دعير، الله يحفظك أبو كرار، الحمد لله على سلامتك. الله يحفظك أخ علي، وإن شاء الله أجر وثواب من ميسان إلى بغداد بحق فاطمة الزهراء، واستمر على طريقك بالخدمة الحسينية. لكن إحنا في هذا البرنامج نعتذر من حضرتك لأنه أدائك مو بالمستوى اللي أهلك أن تكون بالمرحلة الثانية. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ علي الدلفي. والله يحتاج تمرين، يحتاج تمرين بعد أكثر، تتعب على نفسك أكثر، وإن شاء الله نشوفك بال أستاذ سمير الموسم الرابع إذا موجود إن شاء الله، وأنت غير إن شاء الله. إن شاء الله يوفقك إن شاء الله. أعزائنا المشاهدين، الآن المتسابق مالك جبر من بغداد. يلا مالك. مالك جبر من بغداد. الكريم السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا حبيبي. السلام ورحمة الله، أكرمك الله بكرمه. يا نهار كل ما يمر اسمك يمر عذابي، يا نهار لا تعتذر ما تستحق عتابي، يا نهار لا تعتذر يا نهار كل ما يمر اسمك يمر عذابي، يا نهار لا تعتذر ما تستحق عتابي، انتهى حكينا وانا بالمدينة، انتهى حكينا وانا بالمدينة، طفلة فزت من حلمها والله صعبة، تلزم الماي بأيديها وما تشربه، بسرعة ركضت للشريعة هذا عجبه، تلزم الماي بأيديها وما تشربه، ما وصل بويا اعتذر ما العذيب تبدل، ما وصل وانا العطش طر مهجتي وتعدى. شكرا جزيلا لك يا مالك جبر. طيب الله انفاسك يا حبيبي مالك، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله، واحنا متشرفين بوقفتك هاي ومشاركتك. حال تعبان، جيت يعني مريض. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله الموسم صحة. القادم الطيب وتجينا نشط ان شاء الله. ان شاء الله. لا لا ما تقلق. ان شاء الله صحة وعافية. طبعا اللجنة المشرفة ما يقبلون نسمع تراث. طبعا اعزائنا المشاهدين، للتوضيح وللأمانة اكو اثنين متسابقين موجودين بهاي الحلقة، ما اريد اعرض اسمائهم حتى لا ينحرجون. بدونه. هم ما موجودة يعني اصواتهم للجنة، ما وصلت للجنة الفنية. لذلك انا قلت لك حسين البغدادي. أه. نعم. ما وصلت للجنة الفنية بحيث جايين يعني من محافظات بعيدة، من عمارة او من غير محافظة، الناصرية من البصرة. لقيناهم بالتصوير فما ردنا نرجعهم حتى لا نجرحهم، لان هم جايين بدون اذن اللجنة الفنية. لكن تقديرا طبعا. يعني من الاخوة في اللجنة الفنية بالضبط. قبلتهم أن قبلت أن تعرضهم يعني. تقديرا لجهود طريقهم وجهودهم. بالضبط. حيدر كان أداء ضعيف جدا. يعني كنا نتمنى أن نسمع أداء أفضل. ارتكاز كان ضعيف. مالك خصوصي. مالك جبر الأخير. مالك. أي مالك. مالك جبر عفوا، ارتكاز كان ضعيف، استقرار ضعيف، شوية يحتاج إلى التدريب أكثر، لا زال صوته فتي، يحتاج إلى إن شاء الله تمرين وتطور أكثر، حتى في كلماته وقراءته للكلمات يحتاج أن يتعلم يقرأ الشعر الشعبي كذلك أكثر. يعني ماكو واحد عندنا بالعراق يقول عتابي. مستاذ سمير ذاتك الشعر أكيد طبعا ما تعبر عليك، إحنا عراقيين نقول عتابي. إيه. فنتمنى إن شاء الله نشوفه
بالمراحل إن شاء أحسنت. الله بالمسابقات الأخرى إن شاء الله. أحسنت، شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدين، بعدنا متواصلين وياكم، وخلونا نشوف المجموعة الثانية اللي راح تنضم لنا خلال هذه الحلقة، لكن بعد الفاصل. رجعنا وياكم أعزائنا المشاهدين جمهورنا الحبيب، وخلونا نرحب أجمل ترحيب بالمجموعة اللي انضمت ويانا خلال هذه الحلقة، المجموعة الثانية. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. المتسابق كرار الدلفي من بغداد. شنو شو جايب عشيرتك كلها على الدلفي؟ والله حرام كان طاح الدلفي ذيك المجموعة وهذا كرار الدلفي. يوم البركه ان شاء الله. باشر انا اخبر ال جويبر كلهم اجيبهم. كريم السلام عليكم. حبيبي 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 عليكم السلام. السلام ورحمه الله. قصيده الى الشاعر عبد الخالق المحنى. الف تحيه للشاعر الكبير عبد الخالق المحنى. تفضل حبيبي. لا تريد ما ظل اثر كل شيء انتهى بسفاركم. لا تريد ما تيل وريد مني انقطع خبركم. لا ترد ما ظل أثر كل شي انتهى بسفاركم. لا تريد ما تيل وريد مني انقطع خبركم. كتبتي على دارك دمعتي انتظارك. جميل ابني. كتبتي على دارك دمعتي انتظارك. بويا تدري من غيابك موت راحك، واللي يسافر يبقى عايش ويجراحك. ردت اشوفك حتى اقول لك بالصراحة، ترجع لمن دنيا ماكو بس نياحي. لا تضين نفسي الوضع لازم يجي بديله. لا تضين لما تريد تستقبلك عليله. ما تتيب مسارك دمعتي انتظارك. ما تتيب مسارك دمعتي انتظارك. أحسنت، الله يبارك بيك وأتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله يا كرار الدلفي. أستاذ علي الدلفي، شنو ينقص بأداء كرار؟ أكو منطقة بس بأداء مستقر صوته عليها حلوة. نعم. اللي ضغط لها الشيخ واللي حاولت اضغط لها انا، لكن من صعد جواب ضيع عليه. والتسليم هم خجل له. زين. والتسليم كذلك نفس الموضوع. شكرا جزيلا لك يا كرار الدلفي، اتمنى لك التوفيق يا حبيبي. شكرا حبيبي. كرار حبيبي هذا اوفر ان شاء الله. الان المتسابق محمد الزينبي من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أكرمك الله حبيب. أطبق جفوني وأتخيل خيامك، وأشوف أنك ذبيح شنطح الضامي، وجروحك هواية على التربة تطيح خيام محروقة بأحلامي، وفيز مرعوبة يا الضامي. أشوف أنك نحار نازف، واركض لك ندب غبشة يا اللي مساهي. رخيذ نومي
يلي يلي الما طب قريمشه يا مقشر خدودك ومذبله ورودك بجروحك ملوحه شد وري عيونك لمن يحيطونك يا طفله مجروحه حلم اشوف انك عيونك يتباوع يحرقوني الخيام روحك ترفى محتار شتوادي تود المن سلام بابا معقولة تتكسر ضلوعك يا سلطاني القلوب الخيل ما تعرف بصدرك امكاني اشوف قبك الغروب طيب وانا انفاسك بس صدرك ولامي الله يوفقك طيب الله انفاسك يا محمد الزينبي الله يخليك هاي الطله الجميله شكرا لك ولوقفتك شيخ ميثم التمار محمد شلونك الله يخليك الحمد لله موبايلك شنو نوعيتها جالكسي جالكسي عادي ايه عندك انترنت نعم بيوتيوب نعم اكتب على اليوتيوب تمارين صوتية سولفيج شو اسمها؟ سولفيج 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 تمارين فيج. للصوت سولفيج هاي راح تعلمك شلون ترتقي بصوتك من مناطق منخفضة بالقرار إلى الوسط إلى الجواب وكذلك نزولا وتعطيك ليونة ومرونة بصوتك إن شاء الله تخدمك هذه التمارين ومن بعدها تبدأ بداية جديدة وجميلة إن شاء الله أشكرك حبيب شكرا جزيلا الله يوفقك إن شاء الله الآن المتسابق محمد مهدي من بغداد محمد مهدي يا الله السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام والرحمة حياك الله الله يحفظك حبيبي خطاب بين السيدة زينب عليه السلام والإمام عباس عليه السلام أحسنت الله عليك سلام. لا تحيرني بجفاك قرب على المايك تقوم لو موتن وراك ايه امد الموت الخذاك وما خذاني مدري اسكيت مدري نوح قمت اجي يمك ونوح منين اجيب اللي الخيام عباس ثاني تقعد لو سوين موت لو احتار وحدي هو انا يا عباس تم عباس عندي هو انا يا عباس تم عباس عندي كل التوفيق لك الله حلو يا اخي يا أفضل محمد مهدي محمد مهدي انت الان دقيقه يعني عندك حبيبي. بعد دقيقه تقدر تقرا اقرا لنا شيء غير هذا القرايته شيخ ميثم مش عجب ما عرفت يعني شكله ما مألوف عليك لا محمد اخو زهير العطوان قارئ القرآن عندنا بالمدينه اي زهير اخونا اخوه اهلا وسهلا الله يحفظك اهلا ومرحبا من زمان ما شايفين زهير سلمنا عليه الله يخليك الله يوفقه تحياتنا لزهير العطوان الله يخليك هسه انت الان للجمهور الان بعد عنده دقيقه بس صوته يختلف عن زهير وانا موقف نسمع شيء على مود شيء شهداء محتاج بس كلش براحتك انت متقيد شوي
هذا بالموبايل عادي ماكو مشكله. ايه يقرب الموبايل يلا. انت وين ما تعدى انا راح اشغل الوقت العداد. ما مصدق خويا وينك صدق خلصان سنينك ضحكتك ذيت صارت حصة القاع فراقك موش وقتك ومتنخاك سكته مني يد علي اللي الوشتاك ما مصدق خويا وينك صدق خلصان سنينك حضرتك فصارت شكرا شكرا لك يا محمد على زهير الله يخليك وتخليه الله تخليه هواي علمك اذاع على حلقتك صح. أنا ممنون منكم يعني خذت من وقتكم. لا احنا انا اريد اسالك سؤال خالي. يقول القران يقول وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا احيانا بالمثل تبان المسائل. انت هسه تمشي بالشارع تشوف سياره لاند كروز سعرها كذا 100,000 دولار صحيح كذا 1,000 دولار يعجبك تشتريها بس تقدر لا ما تقدر صح. القصائد كذلك من تسمعها وتعجبك مو بالضروره تقدر تأديها حتى وان كانت ناجحه وسامعينها لجنه التحكيم صح. مو بالضروره من تقراها احنا راح نختارك لان هاي القصيده عاليه ومشهوره ومعروفه صح. احنا ما ندور على شوف استاذ ابو استاذ سمير دائما ينتقد الكلام يبين الخلل ما يهمه قصيده مشهوره قصيده معروفه انا كذلك استاذ علي لحن معروف لحن قديم لحن جديد ما يهمني انا يهمني في معامة للقارئ فنصيحة لك ولإخوانك اهتموا بما يبين قابلياتكم وقدراتكم الأدائية إن شاء الله شكرا لك وسلمنا نعم على زهير لحظة نعم أستاذ سمير حبيبي هاي تنطيق أنا ما أعبر عنها تنطيق الجسد ممكن اسمح لي الكلام أنا أقول هيك لا تنطق الجسد وياك ويا النص الجسد كله جاي يتحرك ما دون تريد حتى جسمك يريد يحكي اوقف اثبت وحتى اودي اط النص بصوره يعني ماكو ديك رجلك ما ادري شنو ما اعرف يعني تفاعل زايد ها تفاعل شويه زياده هذا مصطنع وليس تفاعل حبيبي التفاعل يجي مع النص ممكن حبيبي بس انت جاي تصطنعها هاي ابتعد منها ملاحظات مهمه لا طبعا ان شاء الله المرحله الثانيه حبيبي ان شاء الله تكون اجمل وانت جميل شكرا شكرا جزيلا يا محمد مهدي تاهلت ويانا الآن جمهورنا الحبيب أعزائنا المشاهدين المتسابق منتظر سلام من أهالي بغداد أهلا وسهلا اليوم مشرفين أهالي بغداد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله قصيدة ارفع المايك حسن. أنت طويل ارفع المايك ارفع المايك أذا تعرف الشعراء كلهم إلا الفاضل حسن تقرأ بويه والنعم من أبو محمد هذا والنعم من أبو للشاعر الجميل اللي له بصمه في قصائد الحشد الشعبي وقصائد الامام حسين فاضل حسن الف تحيه لابو عباس الغالي الامام المهد تحياتنا لابو حمود عجل الله فرج تحياتنا له وسلامنا ودعواتنا له يلا حبيبي شقد عينا لك تجينا ما طف الشوق ونسينا نسمع الفرحة ببكينا وينك حبيبي لا نسينا ولا تعبنا ولا قنع واحد قلبنا وينك حبيبي عالي انفاس انتظارك القاع محتاج الخضارك يا مامي وين دارك وينك حبيبي وينك حبيبي عندك بعد دقيقة تقدر تقرأ لنا غير هالقصيدة؟ عمي أخو ما يعرفك فاضل حسن لا ما أعرف إيه الحمد لله أبغى أسألك مشكلة ها حبيبي نظار طيب عندك شيء؟ إيه يلا أوكي شوي علينا المايك اختار لنا شيء ثاني قصيدة للشهداء على النجم
يلا سلام الله على الشهداء. هي شين هي المقبرة والوارد لازم سره فوق لي مغسل أشوفن بالشباب مسطرة فوق لي مغسل أشوفن بالشباب مسطرة يلعب الموت علينا يلعب الموت يلعب الموت علينا يلعب الموت من طوب لأرض النجف والقى النشامة بالصور تحشي لي عن أهل الكرامة منهم ويش خلى الزمن ويش ضل علامة منهم ويش خلى الزمن ويش ضل علامة. شكرا جزيلا لك يا منتظر سلامة أهلت ويانا، لكن أريد أسمع ملاحظات من اللجنة. أستاذ سمير شنو ملاحظتك؟ والله ما أعرف يعني ما أقنع عن الولد حبيب. شكرا جزيلا الله وياك عين. اتأهل ويانا منتظر سلام. الآن محمد جبار عباس. اللجنة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله عليكم إن شاء الله. رمضان كريم علينا وعليك عزيزي. سيدة لسيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. سلام الله عليها. يا صبور نبتعي ماتت الوالدة وأنا طابعي الوريد عايش على الندم حلو أم قبلة وأنا أتوجه عليها أحلى ما بالدنيا شوفتها وحجيها عافية هم كل يروح وي لمست إيديها رحمة الله ورأفته موجودة بيها ما أظن باللحيد تهجع الفاقدة وأنا طابعي الوريد عايش على الندى أحسنت الله يبارك بيك. 40 ثانية نقدر نكتفي ونقول تمام. شكرا جزيلا لك. اسم محمد جبار مشترك بالموسم الثاني. بيا مرحلة وصلت حتى الموسم الثاني أرفق لك ها؟ مرحلة الثانية ها أنت من مرحلة التراث؟ مرحلة الثانية سمعت أبو علي؟ نعم بالمرحلة التراث ذاك الموسم الظاهر ما كان موفق أها هالمرة أريدك تختار صح حتى تتوفق إن شاء الله أنت صوت جميل إن شاء الله شكرا لك شكرا لك يا محمد جبار عباس تأهلت ويانا وكل التوفيق هذا المتسابق حسين العبودي من محافظة بغداد يا الله يلا أبو علي اللجنة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أنا ودموعي انتظرناك يا الخديت قلب أختك وياك عافية أنا ودموعي انتظرناك يا الخديت قلب أختك وياك يمتى ترجع يا أبو فاضل يا أبو فاضل يا قمر عايف سماك شيعت قلبي وراك عيني مشتاق لضواك فرقتك تعميها بداعتي الزهرة البتول خل غيابك لا يطول دمعي ودى لك رسول جيتك انتانيها
جيتك انتانيها روحي عندك مين مشيت انتظر جيتك بقيت شن تظهر لو ما اجيت عيني شي سليها. طيب الله انفاسك حسين العبودي يا حبيبي واتمنى لك التوفيق. انت ايش قد عمرك؟ ان شاء الله 18 سنه ان شاء الله. حسين ولا باوعت علينا ولا لك علاقه باللجنه. انت تعرف هاي الاداء من ضمن اللي نقدر نمرر عليهم يعني صح. احنا نلاحظ على اداء نلاحظ اريد الصوت اريد وقفتك مقنعه لان باكر انت توقف امام مجلس كذا لطام جوا يعني وراك لطمون مجلس كامل لازم تديره انت اذا ظلت باوع بالتليفون بس بالتليفون ما تدري المجلس يلطم قاعدين راحوا يجوز راحوا شوف وجوهات كم مرتبك الله يخالف بابا انت نقدر لك هذا جزاك الله خير. شكرا لك يا حسين العبودي واتمنى لك التوفيق ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. الان المتسابق حيدر علاوي من بغداد. حيدر علاوي حياك الله يا حيدر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. حيدر علاوي اهلا وسهلا. نعم منك من الذهبات يا حبيبي. اهلا. مولانا الحسين عليه السلام في يوم العاشر عندما وقع امير فضل العباس راح يم ابو فاضل عليه السلام سلام الله قاعد حجره يسولف بعيونك ايش سوى السهم صابغ لحيتك الهدم ما جنك انت هم مثل حيدر يا قمار راسك يا عباس انطبار ظهرك سارت طايح والسهام بعيونك غفوه والدمع تبرالي يا هدن لي حي لما انشنيت ما وصلوا خيالي يا اخويا الشمر من شافك طحيت لا هالسيد نالي لا هالسيد نالي فرصة صاحي حسين وحده طاح خي على النهار نقدر نذبحه ونطبره 12 طبره على النحار. بارك الله بك اتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا حيدر علاوي. صراحه الله يكون بعونكم الله يحفظك. يعني هذا الموسم احس بتعبكم. جزاك الله. الاصوات جاي تجي اصوات لكن ينقصهم شنو شيخنا يعني اللي لا والله اساني ارد اسال حيدر خادم. انه خادم ربك استغفر الله. قال هو قدم نفسه قال اني الرادود حيدر علاوي تمام. كم سنه صار لك تقرا حيدر؟ خمس سنوات تقريبا. لمن استمعت حيدر اكثر شيء تسمع قصائد؟ ملا عمار باسم ملا قحطان جميل. جميل. شوف دائما اكو مثل مصري يقول من فات قديمه تاه عن جديده. اللي يفوت القديم يتيه عن الجديد. احنا نصيحه لك يا حبيبي يا اخوي العزيز ولكل اخواني الاعزاء اني خادمهم اذا من يريد يبدي خليه يسمع الاساس لانه الاسماء اللي حضرتك ذكرتها كل الرواديد الجدد منين تعلموا؟ تعلموا من القدماء. انت لما تريد تجي تتعلم تعلم مثل ما هم تعلموا. فروح اسمع وطن عبد الرضا حمزه جاسم النويني
رفيت رحمة الله تعالى عليهم، حتى أساسك شي يكون متين، أدائك قمة بالبرود، واضح شلون؟ ضعيف جدا، فتحتاج إلى مرونة في الصوت، تحتاج إلى تدريب أكثر وحفظ أكثر. أتمنى لك التوفيق. شكرا لك يا حيدر علاء، ونتأسف منك لعدم عبورك المرحلة. الآن المتسابق يوسف فاضل من بغداد، حياك الله يا يوسف. حبيبي يوسف شلونك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ الله يخليك. من أي محافظة؟ بغداد. وين بغداد؟ بغداد حي النصر. حي النصر. شو حضرنا حبيبي؟ حبيبي مقطوعة من قصيدة الساجيني للشاعر حسن الترابي. مقطوعة ايش؟ ساجيني. زين. قصيدة اللي قراها مسلم الوائلي. ألف تحية لمسلم الوائلي. نعم. توكل على الله، سمعنا حبيبي. ساجيني حزنك وانصلب شف على بيبان العطش، ساجيني حزنك وانصلب شف على بيبان العطش، يرسم لي طولك عالترب بحوافر الخيل انفارش، شلون بحصيرة نجمع ماكو على قط لك نعش، هم لما ومن الداسيتك لو ضاعني بليل 11، لو ضاعني بليل 11، لو ضاعني بليل 11، ما بارحت حزنك يوم ولا لاقن علي هدوم، كل عمري خلص كربله غربة وبنات مدللة، حسين يا أبا عبد الله، حسين يا أبا عبد الله. شكرا لك يا يوسف فاضل، تأهلت ويانا بهاي القصيدة الحلوة. وشكرا لك طبعا. صوت جميل جدا، بس هو شويه مرتبك امام اللجنه والكاميرات والجو، بس القفلات مالتك الجن. اها اي والله ركوزك الجن، بس نريدك على المرحله الجايه تحفظ اكثر وتتجاوز موضوع الكاميرات وهذا، وتقدم لنا شيء بعد احلى باذن الله. شكرا جزيلا يا يوسف فاضل، تاهلت ويانا. الان المتسابق مصطفى الشمري من بغداد. مصطفى الشمري. اهلا مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. قصيده بحق الشهداء العراق قاطبه والحشد الشاب. الى رحمه الله سنت. سلام الله على الشهداء. شلون حالك بالقبور يا اخويا قيل شلونه، وجهك يلتشن قمار بس لا تغير لونه. الله الله الله. قوم يا اخويا جبت لك حلقه حبيبي، والله ما صدقك تزيفك طلقه. قوم عفية. قوم يا اخويا جبت لك حلقه، والله ما صدقك تزيفك طلقة، بمزهرية المثلك خلوني، شلون حالك بالقبور يا أخويا قيل شلونه. الله يوفقك سنت. يا مصطفى تأهلت ويانا إن شاء الله. مصطفى أنت أيضا بابا مو موجود اسمك مو؟ أي حبيبي. وأنا قلت له خلي يسمعك أستاذ حسين، بارك الله بك. لكن اللجنة الفنية أعتقد اختبرتها قبل لا يدخل التصوير. شرف كبير اختبرني أستاذ سمير. أحسنت. شكرا 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 جزيلا. موفق إن شاء الله. شكرا جزيلا. أعزائنا المشاهدين، لا يسعني إلا أن أختم هذه الحلقة من برنامج منشد العراق الموسم الثالث، إن شاء الله كنا خفيفين الظل عليكم. شكرا جزيلا أستاذ سمير. حبيبي أشكرك جداً، رمضان كريم عليكم إن شاء الله، وأتمنى التوفيق للكل الجميع إن شاء الله. الله يبارك فيك. يعني
اذا شيء ينضاف ينضاف للبرنامج انه ما يرجعون احد، بس نتمنى انه ما تتكرر ان شاء الله، وان شاء الله ما تتكرر. شكرا جزيلا، شكرا للمنشد والملحن المبدع علي الدلفي. حبيبي شكرا لك، شكرا كل الاخوه اللي اشتركوا ويانا واللي تحملوا عناء السفر واجوا. الله يوفقكم، وسامحونا الاخوه اللي ما قدرنا نمررهم. احسنت. لكن اكيد من ما نمررهم احنا نريد لهم الشيء الافضل. بالضبط. ربي يوفقهم ويوفقكم كذلك، يوفق القائمين على البرنامج، الاخ المخرج، كل الاخوه جنود الاوفياء في الكواليس، المشاهدين. شكرا كثيرا لكم. شكرا للشيخ القارئ ميثم التمار. شكرا لك أخي علي، شكرا لكادر البرنامج، وكذلك شكرا للأخوة المشاركين، ورمضان كريم عليكم. الله يبارك فيك. كان في إعداد أصوات المتسابقين حسين البغدادي، وإدارة التصوير أنمار علي، والفوتوغراف إبراهيم جاسم، والتنسيق رسول السراي والصوت بشار السراي، وإدارة الإنتاج عباس الشواك، وفي الإخراج الأستاذ الدكتور حيدر العسكري، وأنا خادمكم في التقديم المنشد علي زورة. انتظرونا في حلقات مقبلة بإذن الله. مع السلامة.